أهلا بحضراتكم على الهواء. زي ما أنا قلت في المقدمة، هذا حوار نتمنى إن شاء الله أن يصب في خانة المواطنة المصرية. في كثير من الأحيان دايما بنستضيف أحد رجالات الكنيسة المصرية عشان نتكلم عن الواقع المسيحي في مصر أو الفقه المسيحي والشريعة المسيحية، ثم نستضيف أحد فقهائنا الإسلاميين ودعاتنا الإسلاميين عشان نتكلم الفقه الإسلامي. لكن الحقيقة وأنا بتكلم مع زملائي في الإعداد امبارح اكتشفنا إن احنا عندنا فقه مشترك اسمه فقه المواطن المصري، لأن المسيحي والمسلم الاثنين جيران والاثنين بيتعاملوا في نفس المصنع وفي نفس المكتب وفي نفس الشارع وبينهم علاقات وصداقة وأخوة، فطبيعي أن هناك فقه مشترك، وهذا هو السبب في هذا الجمع المحترم اللي أنا بشرف أن أنا قاعد فيه وسطهما، نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة. أهلا بك نيافتك، مشرفنا. أهلا بك يا أستاذ سامح، شكرا جزيلا. شكرا لله. دعوة الكريمة. وأستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر والدعاية الإسلامي الشهير، أهلا بك يا دكتور. بارك الله فيك ومشرفنا يا دكتور. شكر الله لكم. كان أنا قلت صح، إحنا عندنا فقه اسمه فقه المصريين، وعندنا النموذج، وربما لا أدعي عندما أقول أنه النموذج الوحيد لهذا التعايش الرائع ما بين المسلمين والمسيحيين في هذا البلد اللي كل الدول بتحسدنا عليه رغم ما يشوبه من بعض المشاكل بين الحين والآخر. مظبوط؟ أنا موافق سعادتك على ما قلته، لأن فعلا إحنا يعني ما فيش إنسان مسيحي مصري إلا ما ليه أصدقاء من إخواته المسلمين. طبعا. والعكس صحيح. وتلاقي حتى القيم يعني مشتركة. يعني مثلا يقول لك إيه؟ لاقيني ولا تغديني، دي يقولها ده ويقولها ده، يقول لك اللي عند ربنا ما يضيعش، برضو ده بيقولها ده وبيقولها ده، وهكذا يعني اللقمه الهنيه تكفي 100. خد من ده كلام كثير ينبع من روح المسيحيه والاسلام، لان اندمجوا طلعت الشخصيه المصريه اللي تحترم الدينين اللي موجودين وتحب الدينين. زي وطبعا انا بنبسط قوي حتى بتاعت أمير الشعراء أحمد شوقي، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الأرض واحدة تروم مرامة، نعلي تعليم المسيح لأجلهم، يوقرون لأجلنا الإسلام، الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأديان أو أحد الأقوام، هذه ربعكم وتلك ربعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الوقت واجب حبهم عيشوا كما يقضي الجوار كرامة. يعني ده موجود. الله. وبنفسي صدقني وأنادي يا ريت ده يكون مقرر يحفظه الطفل حتى إن شاء الله هو في أولى كيندر جاردن في الحضانة ويفضل يولد. لا هي تقيلة شوية على كيندر جاردن دي، يعني خلينا في ابتدائي. أولى ابتدائي تاني ابتدائي ويشوف مستوعبة. ويا ريت في بداية العام الدراسي يشوف عمة سودة وعمة بيضة ويلاقوهم بيتعانقوا بعد ما كل واحد يقول خطاب ديني صغير بتاع نص دقيقة، أنا رجل دين مسيحي بعبد الإله الواحد، أعلم الناس طريق ربنا عن طريق الإنجيل، وأحب أخويا فضيلة الشيخ ويتعانقون حبكم لأنكم أنتم مستقبل مصر، وأخويا الشيخ المسلم نفس الحكاية بس بدل الإنجيل هيبقى القرآن. والصورة دي تنطبع في الوجدان من أبوه، عشان كده بقول أولى كيندر جاردن. خلينا نشوف الصورة دي ونحفظ الشعر بعد شوية. يعني يفتك طالب أن في بداية كل عام دراسي، بدايته ونصه، في بدايته ونصه بعد الاجازه، ان يجي شيخ الجامع اللي موجود في المدرسه وواعظ الكنيسه اللي موجوده في المنطقه، قس الكنيسه او قس الكنيسه بالظبط كده مع بعض، ومن صوره تنطبع وهو ده مصر. يجي اي مدرس بقى مش مظبوط من هنا ولا من هنا الكلام غير ده، لا يا استاذ سيدنا الشيخ ما قالش كده، لا يا استاذ ابونا القسيس ما قالش كده، ده كلام محترم. فكده يبقى دينا بنعمل طيب برنامج مبسط. فضلت الدكتور سعد، يعني نيافه الانباء قال كلمه مهمه، وهي فكره ان الفقه المسيحي والفقه الاسلامي هنا في مصر يعني تجمع ليكون الشخصيه المصريه بالفقه المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني اولا احيي الانباء بسنتي وهو علم من اعلام مصر ورمز من رموز السماح. صحيح. ايضا احيي فريق العمل وسيادتك والشعب المصري، وادعو الله عز وجل لهذا الشعب الكريم ان يرزقه الامن والاستقرار. امين. وان يهيئ له من امره رشدا. وفي عنوان هذا الموضوع انا اعتقد انه يجب التمييز حتى لا يلتبس على البعض اننا جئنا من اجل خلط الاديان او اختلاط الاديان، وانما جئنا من اجل بيان تكامل الاديان.
تمام. فإن لا يوجد دين يسمى دين مصر، وإنما يوجد فقه كما تفضلت، يوجد فقه يسمى فقه المصريين. أيوة. الفقه هو الفهم، والفهم عقلي منسوب للإنسان، منسوب للبشر. والنصوص الشرعية سواء كان من القرآن أو السنة أو التوراة أو الإنجيل، إنما هي نصوص منسوبة إلى الوحي، والبشر هو الذي يقرأها ويفهمها ويترجمها فيعبر بترجمته للناس. هذا هو الفقه. إذن الفقه ترجمة. بالراحة تانية يا دكتور بعد إذن حضرتك، يعني حضرتك اشرحها تانية لأن ده توصيف أعتقد أنه بسيط ممكن يصل للسادة المشاهدين. نعم، يعني الآية القرآنية الحديث النبوي الشريف، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي. يمكن أنا أفسر هذه الآية الكريمة وأقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أكثركم إيمانا وأكثركم معرفة بالله عز وجل، وأفسر بالوجه الذي يمكن أن يجزر الفرقة ما بين الناس وبعضهم. ويمكن أن أفسر هذه الآية وأن أبين معناها بالوجه الذي يجمع الناس وبعضهم. إذن النص واحد والرؤى الفقهية التفسيرية متعددة. الفقه المصري مطلوب منه أن يأتي بالأوجه التفسيرية والفقهية التي تحقق مقاصد الشرائع في جمع الناس وفي تعاون الناس من أجل إعمار الأرض، وكل يعبد ربه بحسب ملته وشريعته. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. باقي حياة الإنسان فيما يتعلق بصحته، فيما يتعلق بنماء ماله، فيما يتعلق بجيرانه وعرضه، فيما يتعلق بغذاء عقله وفكره وثقافته، يجب أن تكون المقاصد فيها مقاصد جامعة وليست مقاصد مفرقة. الأمور المفرقة فقط هي في القلب التي يعبد الإنسان ربه بما اقتنع وبما دان الله عز وجل. بقي تعاملي في الظاهر مع الغير لابد أن يكون تعاملي على الشراكة، فإننا خلقنا في الدنيا على شراكة إنسانية وليست على ولاية أو وصاية أحد على الآخر. يعني لن نقبل وصاية اليهود على البشرية، لن نقبل وصاية النصرانية أو المسيحية على البشرية، كذلك أيضا لا نقبل وصاية الدين الإسلامي على البشرية. يجب أن تكون هذه الأديان كل منها يعبر عن الرؤى الجامعة بين البشر ومبينة للأوجه الشرعية من قبلها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده على أساس أننا جميعا شركاء في هذه الدنيا ولسنا فرقاء. بالضبط. في أمور الدين أمور محلها أماكن ومحلها محاريب خاصة، لا يصح أن تفرق، بل يجب أن يكون الجامع بيننا هو أربعة أخماس الإسلام كما قال إمام الشاطبي. وقلت ذلك من قبل، إمام الشاطبي بيّن مقاصد الشريعة الإسلامية أنها جاءت من أجل خمس مقاصد. المقصد الأول حفظ الدين. والعجيب أن البعض يفسر حفظ الدين أي حفظ الدين الإسلامي، والحقيقة أن المقصود بحفظ الدين حفظ الأديان. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيجب أن نحفظ للآخر دينه حتى يحفظ لنا دين. إذن حفظ الدين في كل دين، حفظه، أمكن المسيحي من مسيحيته، أمكن اليهودي من يهوديته، أمكن المسلم من إسلامه. حفظ الدين. الأمر الثاني، المقصد الأول حفظ الدين، يعني حفظ الأديان. حفظ الأديان. الدين اسم جنس لكل الأديان، وليس المقصود حفظ الدين الإسلامي. كويس. وإلا فإني كما أمرت شرعا بالحفاظ على الآخر، لو قمت بالعدوان عليه فما حفظت على ديني، لأني لو أذنت لنفسي وسمحت لنفسي بالعدوان على الآخر فإن الآخر سيعدو عليه. هذا هو المنطق السليم. فكيف تتحول العلاقة التكاملية والعلاقة الأخوية والعلاقة الجيرانية إلى أن تكون علاقة حرب وعلاقة مقاتلة وتصفية؟ الأمر الثاني حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. وقلت هذه هي المقاصد التي نتعاون فيها جميعا. إن كانت هناك من وصية فإن الوصية هي أن نبحث عن الحاذق في أمور حياتنا ولا نبحث عن صفة الدين. يعني بحكم الشريعة الإسلامية، يعني إذا أردت بناء عمارة أبحث عن مهندس حاذق،
مهندس جيد بغض النظر النابه الكفء النابه بغض النظر عن كونه مسلم او غير مسلم. أي. يجب ان اجنب وان انحي صفه الاسلام في التعامل الحياتي بحكم الشرع بحكم الاسلام. ابحث في التجاره عن السلعه الجيده بالثمن الرخيص، ابحث في امور العرض عمن يحفظ عرضي وعمن يصون اولادي ويصون اهلي، من الذي يحرس او من الذي يساعدني، ابحث عن الذي يحقق لي مرادي بغض النظر عن كونه مسلما او غير مسلم. تعرف فضلتك يا دكتور بتتحدث في كلام الحقيقه، وده اللي خليني انتقل لنيافه الانبا، بتتحدث في كلام لو تم تعميمه وارساء هذا الفكر في الخطاب على الاقل فيما يتحدث دكتور سعد الخطاب الديني الاسلامي في المساجد والمنابر، اعتقد ان الوضع هيختلف كثيرا، لان انت عارف حضرتك في افكار تدعو يقول لك لا ده البضاعه دي جايه من دول الغرب ودول الغرب لا تؤمن بديننا فبالتالي لا ناخذها، لانها كلام بقى كثير من هذا الفكر الديني الضيق. ليك تعقيب لنفسك قبل ما اسالك السؤال؟ هو كلام فضيله الاستاذ الدكتور كلام رائع وجميل وعملي جدا جدا جدا، وانا لا اختلف معه فيما قال بل اتفق معه، لان احنا بشريه واحده. هيفرق الاستاذ سامر عن سياده الدكتور عن الاخوه اللي موجودين؟ ما احنا كلنا عجينه بشريه واحده. حضرت مره مؤتمر في مدريد عن الحوار. ايوه. وكانوا داعيين يهود ومسيحيين ومسلمين وبوذيين وكل ما شئت من اللي في الدنيا. وبعدين سالوني ايه رايك في اللي انت شايفه ده في قناه من القنوات العربيه؟ قلت له صدقني انا دلوقتي شاعر ان ابونا ادم ومنى حواء فرحانين لان احنا نسلهم. وان تعددت الاديان لكن احنا اولاد ادم وحواء، فهم اكيد فرحانين ان الناس بتتلاقى مع بعض على مستوى العالم كله، فما بالك مستوى مصرنا الغاليه العزيزه اللي على راي قداسه البابا شنودة الثالث ربنا يجيبه السلامه بكره ان شاء الله. هيرجع بكره؟ راجع بكره الساعه 11 12 الصبح. طيب ومخبي علينا الخبر ده لا ما انا في لا ده خبر رائع ان قداسه البابا سيعود بسلامه الله ان شاء الله بكره. بكره الساعه 11 12 الظهر. 11 12 الظهر بسلامه الله، والحمد لله اطمنا على صحته. ان شاء الله الحمد لله يرجع لنا بالف سلامه. انت عارف ان هو قبل ما هو يعني منصبه على الكرسي لكن هو قيمه مصريه كلنا بنعتز بيها. طبعا طبعا، فهو صاحب المقوله إن مصر ليست مجرد وطن نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا. يعني سعادتك جواك مصر، سيادة الدكتور جواه مصر، أنا جواه مصر، الإخوة الحاضرين جوانا. فإذا إذا كان ده على مستوى العالم كله وتعدد الأديان مبنى على مستوى الوطن الواحد، الوطن واحد وما فيش غير الدينين إسلامي ومسيحي. يعني عندنا فرصة ندرس بعض. طيب قول لي نيافتك وخلينا نقتحم الأشياء بناء على ما طرحه فضيلة الدكتور سعد، وهي فكرة المفروض أن نتحدث إسلاما ومسيحية عن الأشياء التي تجمعنا. طبعا. الأشياء المشتركة بيننا ده كده مظبوط. إيه السبب؟ سمح لأقول ملحوظة على نادي صغيرة قبل ما انساها. طبعا. كان مرة فضيلة المرحوم فضيلة الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي بيتكلم مع أحد رجال الدين المسيحي والدينين، قال له لو تكلمنا فيما نتفق فيه لا نجد وقت أن نتكلم فيما نختلف فيه. يا سلام. يعني الناس وده الناس الحكماء والعقلاء يعني الله يرحمه ويحسن اليه الشيخ الشعراوي طبعا. فاللي انا عايز اقوله دايما الناس تدور على ما يجمعهم. واحنا مع بعض من الاول، من اول عمرو بن العاص لغايه النهارده واحنا مع بعض وارتبطنا ببعض قوي، زي ما بقول لغتنا بقت لغه واحده، وزي ما كنت بقول لسعادتك على القوطه والفوطه والترابيزه واللمبه. صحيح. كل دي كنا بنتكلم عن وده له علاقه وده برضو مثار نقطه مشتركه وهي فكره طبعا كل له ديانته وكل له عبادته وطريقة عبادته، بس برضو يتطلب ده دكتور سعد لو أذنت لي نوع من أنواع الفهم. يعني الشائعة المغرضة اللي طلعت إن في أعمال سحر بتحصل في الكنيسة، لا 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 أساسا زي ما أنا وضحته وفضلت ونيافتك دخلت على الهوا معايا وقلت لي إن الكلام ده مش منطقي، هذه هي الترانيم والعبادات المكتوبة باللغة القبطية اللي ما يعرفهاش يفتكر إنها تعاويذ سحرية.